هنا عندنا أصغر شوكولاتة ريسيس في العالم. وهنا عندنا الوسط. وهنا في مطبخ يلا نجرب مع ريري، هنحاول ان احنا مع بعض نصنع اكبر شوكولاتة ريسيس في العالم. دي هتكون سلسلة جديدة على قناتي اللي هي يلا نجرب مع ريري. اللي هنعمله في السلسلة دي ان احنا هنكبر الاكل الصغير وهنخليه كبير جدا جدا، وهنحاول نعمل اكبر اكل في العالم. قبل ما نبدأ التحدي بتاعنا النهاردة، عايزة اعرض لكم تعليقات اليوم من البنتين الجمال اللي هيطلعوا معنا فيديو النهاردة. شكرا من كل قلبي على كلامكم اللي يجنن، بحبكم جدا جدا. ولو انتوا كمان حابين التعليقات بتاعتكم انتوا تطلع معايا في الفيديو اللي جاي، كل اللي عليكم تعملوه هو بس 3 خطوات سهلين جدا. اول حاجة انكم تدوا الفيديو ده لايك كبير جدا، عايزين نوصل الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكس. وتاني حاجة انكم تكونوا مشتركين في القناة اكيد وعاملين سبسكرايب، قربنا جدا جدا على المليون، باقي اقل من 300,000 ونوصل للمليون ان شاء الله. واخر حاجة انكم تسيبوا لي التعليقات بتاعتكم الجميلة تحت في الكومنتس علشان اختار منها واطلع منها في الفيديو اللي جاي. لما جات لي فكرة اني اعمل اكبر ريسيس في العالم، كنت حابة اشوف على اليوتيوب لو في اي حد عملها من قبلي، وفعلا لقيت كذا يوتيوبر عملها، بس الاحجام بتاعتهم كانت صغيرة قوي. لقيت ان كان في بس قناة واحدة اجنبية هم اللي عرفوا يعملوها، ولكن فشلوا فيها ومعرفوش يطلعوها من الطبق اللي كانوا حاطينها فيه. الهدف بتاعي في الفيديو ده ان انا اصنع اكبر حبة ريسيس لدرجة انها تبان عملاقة جنب اي ريسيس تانية اي حد في العالم حاول ان هو يعملها. يعني بمعنى اصح، عايزين في الفيديو ده ان احنا نحطم الرقم القياسي لحجم الريسيس. ودلوقتي خلونا نروح على السوبر ماركت علشان نجيب الحاجات اللي هنعمل بيها اكبر شوكولاتة في العالم. طبعا هحتاج كمية كبيرة جدا جدا من الشوكولاتة اللي هي الميلك شوكولات، وحرفيا ده كان شكل العلب بعد ما شلت الشوكولاتة. وهاخد كمان بينات باتر، وطبعا مستحيل اقدر اصنع اكبر حتة ريسيس في العالم من غير طبق عملاق. Later. هنا عندنا تقريبا 8 كيلو من الشوكولاتة، انتوا متخيلين؟ و 12 علبة من زبدة الفول السوداني. في حاجة انا بجد نفسي اعملها جدا. دي حرفيا يا جماعة اكبر كمية شوكولاتة اشتريتها في كل حياتي. شوكولاتة الريسيس عبارة عن 3 طبقات مهمين جدا. اول طبقة اللي هي الشوكولاتة، وتاني طبقة اللي هي كريمة الفول السوداني، واخر طبقة اللي هي برضو شوكولاتة. شوكولاتة، فول سوداني، شوكولاتة، شوكولاتة، فول سوداني، شوكولاتة. اول حاجة لازم اعملها هي ان انا اجهز الطبق اللي هتتحط فيه الشوكولاتة. مستعدين نشوف الطبق بتاعنا العملاق؟ لانه بجد يا جماعة اكبر من حياتي. تارا! اوه ماي جاد، انتوا شايفين هو قد ايه يا جماعة؟ يعني شوفوا، هو ده انا وهو ده جنبي. في عندي بس مشكلة واحدة رئيسية هي دي اللي عاملة لي عقدة في حياتي، وهي انه انا خايفة جدا انه بعد ما اعمل الشوكليت هنا تتكسر وانا بحاول اطلعها من الطبق ده. قررت ان انا هستخدم شوية حاجات كده علشان تساعدني. الاول لازم نستخدم البلاستيك. اللي انا بحاول اعمله دلوقتي ان انا احاول اغطي الطبق ده كله بالبلاستيك ده علشان بعد ما الشوكليت كلها تجمد اعرف اشيلها من الطبق. دلوقتي الطبق بتاعنا كده تقريبا بقى جاهز. قبل ما تكملوا الفيديو، عايزاكم تنزلوا دلوقتي تشتركوا في القناه وتعملوا سبسكرايب وتدوا الفيديو ده لايك كبير قوي علشان اعمل لكم فيديوهات احلى واكتر. هننتقل دلوقتي لتاني خطوه، وهي ان احنا نسيح الشوكولاته ونعمل القاعده بتاعه الشوكولاته. انا بجد مش عارفه هياخد مني قد ايه وقت لحد ما اسيح كل الكميه دي. اكتبوا لي تحت في الكومنت ايه رايكم، يعني هياخد مني كام ساعه. انا بس خايفه قوي من ده لانه اول مره في حياتي استخدمه النهارده، فيا رب ما ولعش في البيت. بصراحة ما جاش على بالي ابدا ان تدويب الشوكولاتة هياخد كل الوقت ده وكل المجهود ده. اوكي يا جماعة، اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هبدأ احط الشوكليت جوه الطبق طبقة طبقة. لا 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 لا، قاعدة بتلسع ايدي. اوكي انا هحاول اطلعها من غير ما اكبها على نفسي. سخنة سخنة سخنة.
يا جماعة مش راضية تنزل. شايفين شكل الشوكلت؟ او ماي جاد. ماما انا اسفة جدا بجد. اوكي يا جماعة، دلوقتي احنا عملنا زي القاعدة او البيس بتاعت الشوكلت. اللي احنا لازم نعمله دلوقتي ان احنا نخلي القاعدة او البيس بتاع الشوكلت دي يكون تقيل وكثيف جدا علشان ما يتكسرش بسهولة. فهرجع واسيح كمية كمان من الشوكلت وهحطها هنا كطبقة تانية. دي كانت اطول حاجة عملتها في حياتي، لان كمان البوتاجاز الصغير اللي انا جبته ده كان بطيء جدا والشوكولاتة ما كانتش بتسيح بسرعة. واخيرا يا جماعة بعد ساعة كاملة من الانتظار لحد ما الشوكلت تسيح، الحمد لله ان هي اتكرمت علينا وساحت. ودلوقتي هنصب الطبقة التانية من الشوكولاتة. وبدأت هنا اني افرد الشوكولاتة بالطريقة دي علشان اتأكد انها محكمة كويس. ودلوقتي لازم ندخلها على التلاجة علشان تجمد شوية. واخيرا يا جماعه وبعد ساعه من التفريز اخيرا اتجمدت وبقت جامده. شوفوا جايز، هو ده شكلها. او دلوقتي ما بقاش فاضل غير ان احنا نعمل اولا كريمه جوز الهند. مين جوز؟ دلوقتي ما بقاش فاضل غير ان احنا نعمل كريمه الفول السوداني. ناسي اسمه. فيلا بينا دلوقتي علشان نعمل كريمة جوز الهند. الخطوة الثالثة دي انا بجد ما كنتش صاحية خالص ولا كنت فايقة، لاني كان بقالي يوم كامل صاحية وبصور من الصبح، وكان في حاجة واحدة بس بفكر فيها وهي السرير. اوكي يا جماعة، في المرحلة دي هنحتاج بينت باتر او زبدة فول سوداني، وهنحتاج كمان السكر اللي بيبقى على شكل بودرة، زبدة. انا جبت ده النهاردة على اساس ان انا اطبخ فيه او اخلط فيه الحاجات دي، لانه بصراحة الكميات عندي كتيرة جدا. زي ما انتم شايفين عندي 12 علبة من البينت باتر. وهنحتاج كمان ده، صراحة مش عارفة اسمه ايه، اللي هو اوكي سهبدأ الاول اني افرغ كل علب البينت باتر هنا. الناس الطبيعية في الويكند بتبقى برا مع اصحابها في البحر في المول، بس انا ده كان الويكند بتاعي. هنا بدأت اني احط كل المكونات بتاعتي في الطبق الكبير علشان اخلطهم. اوكي يا جماعة، بعد تفكير عميق قررت اني اخلط بايدي، لانه فعلا مفيش حل تاني. انا في المدرسه. مين بقى اللي هياكل من وراكي كده؟ بعد 12 ساعه تصوير اقدر اقول لكم ان دي اصعب حاجه عملتها في حياتي. اوكي يا جماعه، دلوقتي اللي احنا هنعمله بعد كده هو ان احنا هنحط الطبقه الثانيه من الريزيز اللي هي فول السوداني. انتوا بجد مش قادرين تتخيلوا الريحه اللي احنا شمينها دلوقتي في البيت، ريحتهم تحفه. الله شكلها حلو قوي. او ماي جاد جايز، الوزن مش طبيعي اقسم بالله. دلوقتي بقي لي اخر مرحله واكون خلصت اكبر شوكولاته ريزيز في العالم. صراحه يا جماعه انا تعبت جدا جدا النهارده. انا زي ما قلت لكم بدات الفيديو ده الساعه 10 الصبح او 11 الصبح، الساعه دلوقتي تقريبا كده بقت 12 ونص بالليل، وانا فعليا مش عارفه حتى اتكلم قد ما انا يعني تعبانه وظهري بيموتني. فاظن ان انا استسلمت للنهارده واشوفكم تاني بكره. هاي جايز. اوكي يا جماعه، احنا دلوقتي في اليوم الثاني من التجربه بتاعتنا علشان نحاول ونصنع اكبر شوكولاته ريزيز في العالم. باقي لي دلوقتي المرحله الاخيره بس، اللي هي تسييح الشوكولاته او تدويب الشوكولاته ونحطها فوق كلها. عندي مشكله صغيره في المرحله دي، وهي انه البوتاجاز الصغير اللي انا جايباه ده بطيء جدا، وانا المفروض اني اسيح كل الكميه دي من الشوكولاته. فالموضوع ممكن ياخد حرفيا فوق الخمس ساعات. ممكن اني اضطر اروح على المايكرويف اسيح بعض من الشوكليت.
كل ما ابص على الشوكولاته والاقيها ان هي لسه ما سحبتش حتى ولا 1% بيجيلي احباط شديد وبحس ان انا عايزه اكنسل الفيديو. واخيرا ساحت يا جماعه، واخيرا بعد ساعه. يا جماعه بقى عندنا الطبقه الثالثه بعد ساعتين. انا مش قادره اصدق ان انا بقول كده، لكن دي اخر طبقه من الشوكولاته. خلصناها والحمد لله بقت جاهزة. دلوقتي وصلنا لاخر مرحلة في التحدي ده، ان احنا دلوقتي لازم نجمدها، سو هروح دلوقتي احطها في التلاجة. في حاجة مهمة جدا ومش عارفة بجد ازاي ما جاتش في بالي، هشيل الطبق ده كله ازاي لوحدي؟ حرفيا يا جماعة بدون مبالغة كأني بشيل بني ادم. فقررت اني اطلب المساعدة. الحمد لله بعد 4 ساعات وهي في الثلاجة اخيرا نشفت. ودلوقتي ما بقلناش غير المرحلة الأخيرة اللي هي أكتر مرحلة أنا شخصياً خايفة منها، وهي إن احنا نحاول نطلع الشوكولاتة من الطبق لبرا. في إحساس بيقول لي إن أنا لما أحاول أشيلها وأحاول أطلع الشوكولاتة الكيس ده هيتقطع ومش عارف أطلعها. أو ماي جاد، أو ماي جاد، اتشالت جايز، زبطت. او ماي جاد، اوكي زبطت يا جماعه. سو لازم دلوقتي اجيب حاجه احطها هنا علشان احط الشوكولاته عليها. اوكي هحطها على الخشبه دي. او ماي جاد، او ماي جاد، يس يس. او ماي جاد كنت خايفه قوي بجد. اوكي يا جماعه مستعدين تشوفوا اكبر قطعه ريزيت في العالم؟ ما اظنش انكم مستعدين بصراحه، لانه انا نفسي مصدومه من الحجم. 1 2 3 لحظة. الشوكولاته الريزيز العاديه اللي احنا كلنا متعودين عليها يا جماعه، شوفوا فرق الحجم بين العاديه والعملاقه اللي معموله في البيت. انا بجد ما توقعتش ابدا ابدا انها هتطلع بالحجم ده خالص. اقدر اقول دلوقتي ان اليومين التعب والتصوير والاعداد ده كله ما طلعش على الفاضي، وصنعنا اكبر حبه ريزيز في العالم. دي بجد احلى حاجه واكتر حاجه كيوت انا عملتها في حياتي كلها بجد يا جماعه. شوفوا شكلها ازاي كيوت، شوفوا بس. طبعا معايا هنا شريط القياس علشان نعرف طولها قد ايه. واو، طولها طلع 52 سنتيمتر. انتوا متخيلين قد ايه طويله يا جماعه؟ وعندي هنا برضو ميزان وهنشوف دلوقتي وزنها قد ايه. الميزان خرف من الحجم. دلوقتي جه الوقت ان احنا ندوق الشوكولاته العملاقه بتاعتنا. انا عاملاها علشان اكلها زي ما هي كده. كل اللي طلع لي هو طعم شوكولاته بس. خلوني اخد عضه كمان شوكولاته بس. واو جامده قوي على فكره، يعني مش بتتقص بسهوله ابدا. اوه واو، اوه ماي جاد جايز، شايفين شكلها عامل ازاي؟ واو، دي اكبر حته ريزيز انا شخصيا شفتها في حياتي. واو خطيرة.
خد جرب. واو طعمها بالظبط زي الريزي صح؟ برافو عليكي 10 out of 10. تفتكروا هنخلصها في قد ايه؟ انا بحس مثلا في 3 شهور مش هتخلص خالص يعني حتى اولادي ممكن يورثوها. عاجبني شكلها قوي بس مش هينفع نسيبها كده لانه ملهاش مكان في اي حته حرفيا. فاللي انا هعمله انه هقطعها كده اجزاء صغيره وهوزعها على اهلي واصحابي وهخلي شويه في الثلاجه برضو علشان انا برضو يعني عايزه اكل منها. مش قادره اصدق ابدا انه بعد يومين طوال جدا وساعات كتيره جدا جدا من التصوير والطبخ فاينلي اقدر اقول لكم انه وصلنا لنهايه الفيديو. دي كانت اول مره في حياتي اجرب اعمل حاجه مجنونه زي دي وبحس ان انا يعني نجحت في التحدي. بليز جايز قبل ما تمشوا من الفيديو اعملوا لايك كبير جدا عليه لانه تعبت عليه قوي صراحه وهزعل لو ما عملتوش لايك على فكره. وكمان اعملوا سبسكرايب واشتركوا في القناه علشان تشوفوا فيديوهات اكتر من قناتي. اكتبوا لي تحت في الكومنتس لو في حاجه في بالكم عايزاني اكبرها في الفيديو الجاي. وبس جايز ثانك يو سو ماتش فور واتشينج بحبكم قد الدنيا كلها وان شاء الله اشوفكم في كل الفيديوهات الجايه. باي جايز.